قال هذا العام اجواء العيد هانتوما كما تشوفوا بالنسبه للصلاخه هانتوما تشوفوا الحواله معلقين تنصلخوا وتنقرضوا وبالنسبه للاثمنه اثمنه مناسبه بحال هذا العام كان شويه العيد غالي الحواولين غالي الناس كما معيده كاين اللي معيده كاين اللي ما معيداش ياخذوا اللحم وبالنسبه للي معيده هانتوما تشوفوا اللي عنده راه تنصلخوا ليه وتنقرضوا ليه واللي ما عندوش هو تنصلخوا ليه ونقرضوا ليه بالنسبه للاثمنه اللي عنده راه تيخلص اللي ما عندوش هو تنقرضوا ليه وبالنسبه هذا العام هذا كان شويه ناقص على العام اللي فات كان شويه ناقص تنقطعوا ب 70 درهم واللي ما عندوش تنقطعوا ليه ب 1000 ريال واللي ما عندوش كاع تنقطعوا ليه فابو دير الاثمنه راه مزيان الناس دراوش اللي ما عندوش كاع راه تنقطعوا ليه في سبيل الله كلشي ديال الله حنا جينا عند هذا الكسار داير واحد الاثمنه مناسبه واخا الاثمنه ديال الاضحيه هذا العام شويه قاصحه وكنا الناس هادو تا هما راه تيتعاون مع الدرويش يتعاون مع الناس ثمن زوين وثمن مناسب او اللي ما عندوش راه تيتعاملوا معاه بكل صراحه العيد راه ماشي غالي العيد راه فات الغلا ليه والله يهديهم علينا هادشي اللي نقولوا راه الكزار تا هما مساكن راه تيترزقوا على الله الفلاح اللي داير هادشي فهمتيني تا هو مسكين راه تيترزق على الله تا هو راه تابع المناسبه وصافي بزاف ما عيدوش هاد العام هذا بسبب الغلاء الاثمنه والحولي دابا وليتي تاخذ تسمع الحولي بواحد الاثمنه باهظه جدا اللي ماشي في الاستطاعه ديال المواطنين بالنسبه للاضاحي والتقطيع صراحه مبادره جيده وتنشكروا كاع الجزارين اللي دخلوا في هذا التطوع هذا واثمنه جد مناسبه تعاملوا مع المواطنين واكبوا هذه المبادره باش انه الناس اللي ما عندهمش استطاعه باش انهم يقطعوا الحولي باثمنه باهظه عاوتاني انه يكون ثمن مناسب وعلى قد الجيوب ديال المواطنين ممكن كانوا الناس تيديروا ب 50 درهم 70 درهم والجزارين عاوتاني ديال صحاب الذبيحه عاوتاني 100 درهم 150 وهي اثمنه مناسبه الحمد لله وتنتمناو هاد العواشر تدوز بخير وعلى خير الحمد تنفصلوا ب 1000 ريال اللي عنده مرحبا اللي ما عندوش مرحبا كلشي ديال الله نعم مرحبا كل جا مرحبا نفصلوا ليه بروشيت كفته نصيبوا ليه نصيب قطعوا ليه كتوفه اللي خاصها مرحبا اثمنه شي مناسب 1000 ريال حولي كلشي ديال الله الاقبال كان اقبال مزيان بالنسبه للمعامله ديال السيد اللي في الحانوت هنا اللي كيتعامل مع الناس وعنده كليان يعني حنا كنتعاملوا معاه المده ديال شي 16 سنه يعني مولاه حتى هو اصلا درويش عندك ما عندكش تيتعامل معك يعني ماشي بشرط يكون عندك ولا كذا حتى هو بالنسبه لهذا الغلا اللي كاين حتى هو تيتعامل مع الناس على حساب راه على الظروف باش عباد الله واخدها غاليه وكذا وهذا الشيء اللي كاين الحمد لله وعيد مبارك سعيد للجميع. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.